هذا وثمن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. وخلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أكد جبالي أن مصر تكثف جهودها لتعزيز وضع الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار المأمول. نثمن موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، حيث كثفت مصر جهودها مؤخراً في تعزيز وضع الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار المأمول، مع العمل على مكافحة الإرهاب عقب تداعيات حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي ضربت أرجاء الصومال لفترات طويلة.